أبى البابا المنتخب والذي وصف بأمير الفقراء إلا يستقل في أول أيام حبريته سيارة متواضعة أقلته إلى كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري في روما لا تحمل اللوحة المخصصة للحبر الأعظم تماشيا مع صورته كرجل متواضع. الكاردينال الأرجنتيني خورخي ماريو بيرغوليو اختار اسم فرانشيسكو الأول ليكون البابا 66 بعد 200 في حاضرة الفاتيكان، وهو أول يسوعي يرأس الكنيسة الكاثوليكية، وهو معروف بتقشفه وتواضعه وحبه للفقراء، وعلم أنه على علاقة وطيدة مع اللبنانيين في الأرجنتين حيث كان يتردد إلى السفارة اللبنانية. في لبنان تحل الذكرى 18 من آذار في ظل تباينات انتخابية بين بعض مكوناتها، في وقت يبقى قانون الانتخاب بعيد المنال شأنه شأن سلسلة الرتب والرواتب الموعودة. في الشأن السوري برز إعلان وزير الخارجية الفرنسية عن عزم باريس ولندن تزويد المعارضين السوريين بالأسلحة حتى من دون موافقة الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي رحب به الائتلاف السوري. البداية شانتال من حدث انتخاب الحبر الأعظم، فقد بدأ البابا فرانسيس الأول أولى أيامه بصلاة منفردة في كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري في أول ظهور علني له غداة انتخابه. البابا وصل في موكب صغير من سيارتين ومن ضمن مرافقيه السكرتير الخاص لسلفه، كما التقى البابا سلفه البابا الفخري بنديكتوس 16 بعيد انتخابه، وترجل البابا من سيارة لا تحمل لوحة التسجيل المخصصة للحبر الأعظم تماشيا مع صورته المتواضعة، كما رفض مساء الأربعاء يستقل السيارة التي كانت تنتظره لنقله إلى بيت القديسة مارتا، وآثر يستقل حافلة صغيرة برفقة الكرادلة الآخرين. وكان الدخان الأبيض تصاعد ليل أمس من مدخنة الفاتيكان إذانا بانتخاب البابا 66 بعد 200. تقرير جان خول. أمام عيون الناس كتب التاريخ. إمينينتيسيموم أكريفرينتيسيموم دومينوم دومينوم جورجيوم ماريوم سانكتي روماني إكليزي كاردينالين بيرغوليو. كنيسة ماربطرس التي كانت مقبرة للوثنيين ضجت فيها بشائر الإيمان والحياة ليلة الأربعاء، وامتلأت بعبق الدخان الأبيض بانتظار البابا الأبيض. كشفت عن وجه البابا الجديد الذي يملأه السلام. بيرغوليو تحول من كاردينال آت من الأرجنتين من آخر أصقاع الأرض إلى البابا فرانسيس الأول حامل هموم الكنيسة وأبنائها. وقف أمام جموع دمعت لها عيناه ليدعو إلى السير على طريق الأخوة والمحبة والتبشير بالإنجيل. لم ينسى الدعوة للصلاة لسلفه الذي تابع الانتخاب من مقر إقامته، خصوصا أن انتخابه استغرق وقتا مشابها لانتخاب بنديكتوس 16. وفي مشهد يذكر بصلاة المسيح مع تلاميذه، صلى البابا الجديد مع الجموع، نادى الأبانا وناجى مريم. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, perché noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. كنيسة روما احتفلت بدفء الإيمان رغم برودة الطقس، فهي شاهدة على أجمل ما يقال وأعظم ما يكون. إنه 66 بعد 200، إنه المبارك الجديد. أعلن الفاتيكان أن احتفال تنصيب البابا سيقام في 19 من الجاري، فمن هو البابا الجديد الذي سينصب على رأس الكنيسة الكاثوليكية؟ تقرير سيران حايك.
كان محسوبا لدخان الكبلة السيستينية أن يتراقص على نغم أجراس كنيسة القديس بطرس قبل حلول العيد، منبئا بعيد من نوع آخر. كان محسوبا أيضا لتلك الشرفة الحمراء أن تفتح درفتيها على ثوب يشع من بياضه أريج بابوي، لكن الذي لم يكن في الحسبان أن يحل بطل الفقراء حبرا أعظم على رأس الكنيسة الكاثوليكية بعدما فشل قبل 8 سنوات بتبوء المنصب عينه يوم كان المنافس الأكبر لجوزيف راتزينجر. كم هي محظوظة تلك البوينس آيرس، فكاردينالها بات خليفة بطرس. هو خورخي بيرغوليو ابن الأرجنتين ورئيس أساقفة عاصمتها، ينتخب حبرا أعظم تحت اسم فرانسيس الأول، ما شكل سابقة للكنيسة الكاثوليكية التي لم يتولى إدارتها على الإطلاق أحد أعضاء الرهبنة اليسوعية وبابا من أمريكا اللاتينية. الرجل الخجول وقليل الكلام كان عارض بقوة قانونا يشرع زواج المثليين، وحمل على الحق في تغيير الجنس في سجلات الأحوال الشخصية. انتقد الكهنة الذين رفضوا منح سر العماد للأطفال المولودين خارج الزواج، واصفا إياهم بالمنافقين. البابا الجديد ولد عام 36 في العاصمة الأرجنتينية في عائلة متواضعة. هو نجل موظف في سكة الحديد من أصل إيطالي، درس في المدرسة الحكومية وأنهى دروسه بشهادة تقنية في الكيمياء. وفي سن 22 دخل الرهبنة اليسوعية، حيث درس العلوم الإنسانية ونال إجازة في الفلسفة، ثم درس اللاهوت سيما كاهنا عام 69. وخلال الدكتاتورية العسكرية في الأرجنتين ناضل بيرغوليو للحفاظ على وحدة الحركة اليسوعية. بقي الرجل وديعا متواضعا، ينهض عند 4:30 وينهي يومه عند 9 مساء. بالبساطة اتسمت حياة أمير الكنيسة، كما يحلو للأرجنتينيين أن يندهوه. اختار العيش في شقة بدلا من القصر المخصص لمطران المحلة، كما تخلى عن سيارته الليموزين وفضل الحافلة وسيلة للتنقل، بعدما كان يحضر بنفسه وجبات طعامه. المعروف عنه أنه يهوى الأوبرا ويحب نادي كرة القدم في الأرجنتين سان لورانزو، لكن المفارقة تكمن في أنه تردد أنه يضع صورا للقديس شربل في مكتبه ويكرمه تكريما خاصا. وللإضاءة على أهمية الحدث في الكنيسة الكاثوليكية ينضم إلينا عبر الهاتف من الفاتيكان وكيل الرهبنية المارونية المريمية لدى الكرسي الرسولي الأب سليم الرجي. بار سليم، أهلا وسهلا فيك ببيروت اليوم. يعني ما أهمية أن يكون لنا اليوم بابا كفرانشيسكو الأول على رأس الكنيسة الكاثوليكية؟ الله معكم، الله مع كل المشاهدين. بابا فرانسيس الأول، بدي بلش بآخر كلمة قالها، البكرة رح روح زور العذراء مريم وكرس مجددا كنيسة تحت حمايتها. اجى لعند جار الدايرنا سانتا ماريا ماجوري وزار وصلى، فاذا هو مريمي بامتياز. اخذ اسمه فرانسيس تيمنا بمار فرانسيس الاسيزي الفقير المتجرد واللي الله ارسله ليجدد بكنيسته. كما هنالك قديس من الجمعيه اللي بينتمي اليها اليسوعيين اسمه فرانسيس كاتاساريوس، اللي أنجل كل الشرق الأقصى بهند والصين واليابان، فإذا هو رجل التخلي والتجرب، رجل الفقرة ورجل الأنجل الجديد أي البشارة. لم يلبس الزي الأحمر بارح إذا انتبهتوا فوق ثوبه الأبيض ولا صليبه الذهبي، إنما صليب نحاسي بسيط والثوب الأبيض فقط علامة فقر وتواضع النحاء. حنى راسه قدام الشعب طالبا صلاته وبركة ودعم روحي ومعنوية قبل ما هو يعطي البركة للشعب، فهو بابا الجماعة لاسيما البسطاء ودعاء القلب. طلع على نية سلفه البابا السابق بنديكتوس 16 الأبانة والسلام، فهو رجل الوفا، ومثل ما قال يسوع ما جئت لأنقض بل لأكمل، جاي يكمل مسيرة ثلاثاء ولا سيما بنديكتوس 16 البابا العظيم. متأشف كثير، هو كان يطبخ بيقولوا عنه، ما بيملك سيارة يمشي أو ياخذ مترو أو أوتوبيس،
جاهز دائما للخدمة ومنه رجل مظاهر. ولكن أبونا سليم نعم. يعني من خلال متابعتك عن كثب لواقع الكنيسة وخاصة بقلب روما وتماسك المباشر مع الأرض، هل نحن أمام عنصرة جديدة في الكنيسة برأيك؟ وكيف يجب على المؤمنين أن يواكبوا هذه الانطلاقة الجديدة؟ أنا يوم بعد يوم عم آمن أن الروح القدس كل مرة بيرسل البابا اللي لازم يكون عم بدير شؤون الكنيسة. ما حدا منا كان مفكر أو مطروح بالنسبة لنا نحن المؤمنين اللي عايشين برا اسم كاردينال بيرغوليو. بس ولكن اليوم لما وصل هالكاردينال ودرسنا قصة حياته وشفنا مين هو، عن جد منلاقي إنه الكنيسة ربنا عم بديرها، يسوع المسيح عم بديرها، الروح القدس عم بديرها. لذلك أرسل اليوم هيك شخصية على الكنيسة، مثل ما أرسل البابا بنديكتوس السادس عشر بوقتها رجل العلم ورجل اللاهوت العظيم، مثل ما أرسل البابا يوحنا بولس الثاني الرجل اللي زار كل الدنيا وأعلن السلام واشتغل لأجل السلام بكل العالم. أنا بلاقي أنه الروح القدس هو الذي يدير شؤون الكنيسة. وكيل الرهبانية المارونية المريمية لدى الكرسي الرسولي الأب سليم الرجي، شكرا لك على كل هذه المعلومات. ومواكبة أيضا لهذا الحدث الكبير، ينضم إلينا عبر الهاتف الراهب اليسوعي الأب روني الجميل. أبونا جميل أهلا وسهلا فيكم، مبروك للرهبانية اليسوعية هذا الحدث الكبير. ليش راهب كاردينال يسوعي يصل للمرة الأولى إلى السدة البابوية؟ الله معكم، ميرسي على التمنيات. بالواقع كلنا مبسوطين لهالحدث الحلو. نحن كمان بالرهبنة شوية مثل الكل متفاجئين كيف انه واحد من بيناتنا صار خليفة القديس بطرس. بالواقع هو مثل ما تفضلت وقلت هو اول بابا بيختاروه، وكان بلش حقيقته الرهبنية عنا بالرهبنة. الشي غريب نعم، واكثر من غريب لأننا لانه نحن اليسوعيين برهبنيتنا إنه الواحد يصير مطران، يسوع يصير مطران هو استثناء، واستثناء نادر جدا. وكيف بعد إنه يصير بابا؟ نحن معروفين إنه نحن جيش البابا، بس ولا مرة سعينا إنه نكون بالمراتب الأولى. بالواقع قوانين رهبانيتنا بتمنعنا وبتمنع اليسوعيين من السعي للأسقفية، ورهباننا النادرين بيكونوا عاملين دوراتهم الأخيرة، بيعملوا دورات خاصة بأنه ما يسعوا لأنه يصيروا مطارين، وأنه يكشفوا للرؤساء أنه إذا في حدا عم يسعى لهالمنصب. بالواقع مؤسس رهبانيتنا القديس إغناطيوس من ليولا كان بده من الرهبان اليسوعيين يكونوا دايما ناس مفرغين للخدمة وحاضرين يروحوا وين ما كان، وكل شغلة كانت تأسرنا بمكان كانت يتردد بأنه يبعثنا عليها. كان بده ينا ناس بيشتغلوا على الأرض بالكواليس على الحدود بالأماكن اللي ما بيوصل لحدا. الأولوية هي للخدمة عنا، وبظن المركز الكنسي إذا قبله البابا فرانسيس هو منه إلا وسيلة. وسيلة هي خطرة لأنه تجربة السلطة هي خطرة بحد ذاتها. بروني نعم، حب أسألك ليش مش اسم الديس يسوع اختار فرانشيسكو الأول؟ فات بالنهاية بالرهبنة عنا كذا فرانسيس كمان، يعني في فرانسيس في فرانسيس مشهور كتير، فرانسيس كاسافاريوس اللي بشر اليابان وبشر الهند ومات على حدود على بواب الصين. عنا ثلاثة يسوعيين تانيين حاملين الاسم، بس بظن كمان لأنه اللي بيعرفوا القديس إغناطيوس من ليولا مؤسس رهبانيتنا بيعرفوا كمان إنه فرانسيس كان القديس فرانسيس كان مؤثر جدا لإغناطيوس ببداية حياته الروحية، وكان ببداياته حابب يكون مثل فرانسيس. وبعدين شوي شوي اكتشف إغناطيوس إنه القداسة مش كز، يعني ما حدا بيكز قداسة حدا، وإنه ربنا عم يدعي لقداسة مختلفة، وشوي شوي أخذ الخط اللي ربنا عم يدعي له. الراهب اليسوعي الأب روني الجميل، شكرا مجددا لك ومبروك أيضا للرهبانية الكريمة. الأرجنتين والقارة الأمريكية ودول العالم تحتفل بالبابا الجديد. رغم أمال سكان الأرجنتين بأن يكون البابا من بينهم، لم يتوقع كثيرون أن تتحقق هذه الأمنية بوصول خورخي ماريو بيرغوليو إلى السدة البابوية، بما أنه أول بابا من خارج القارة الأوروبية ومن أمريكا اللاتينية بالتحديد التي تعتبر خزان الكاثوليك في العالم.
الشوارع في الأرجنتين امتلأت بالمؤمنين الفرحين بانتخاب حبر أعظم من بلدهم. أما وسائل الأعلام الأمريكية فعاشت فرحا عند إعلان اسم البابا الجديد، معربة عن سعادتها بأن يتم اختيار بابا من القارة الأمريكية للمرة الأولى. Abemus Papam. Tonight, a Pope from the Americas. Fratelli e sorelle, buonasera. من كل أنحاء العالم توالت ردود الفعل المرحبة بانتخاب البابا الجديد، من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أعرب عن فرحه لوصول بابا من الأمريكيتين، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. كما رحبت روسيا والكنيسة الأرثوذكسية بانتخاب رأس الكنيسة الكاثوليكية الجديد، فيما أعربت رئيسة الأرجنتين عن بالغ فرحها لانتخاب ابن بلدها على رأس الكنيسة.